السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وياكم سيد حسين من برنامج جيل الآيباد. اليوم حقتنا تتكلم عن أعضاء الجسم. خلنا نشوف أحبابنا الأطفال شلون علاقتهم مع أعضاء الجسم. تعالوا ويانا. السلام عليكم. عليكم السلام. أمبيك تعرفنا عن اسمك كامل. سيد حميد السيد باقر حميد علوي عبد الله حمد حبيب. محمد حبيب. سيد أحمد. سيد علي. سيد علي. سيد أحمد. جلال. عباس. حسين. فاضل. من وين أنت يا سيد حميد؟ من سكرة. من مكابة. من ثور. من بلاد. من جمرة. من وين أنتين يا زهرة؟ من البحرين. من البحرين؟ والله زين. من أي قرية؟ يعني ويش. من وين؟ عندش عيون؟ عم بشوف العيون. هذا لين عيونك؟ اوكي. هذه عيونك؟ ايه. هذه استخدمها بواش؟ اطالع بها التلفزيون، اطالع الكتاب. اذا ايباد حكى سماع جو الجريح الالعاب اطالعك. اطالع جيل الايباد؟ ايه اطالع. اذا اطالع ادلي وين اللايك؟ ايه. ادلي وين الاشتراك؟ ايه. لا ما ادلي. من دليك احنا وين بنخلي الاشتراك واللايك وتفعيل جرس التنبيهات؟ تلفون عشان اشوف الشمس. اشوف. ما تحرك عيونك اذا شفت الشمس. تعور عيوني. تعورك عيونك؟ بشوف القمر. اشوف كل شيء. طالعين اليوتيوب؟ ايه. وش تطالعين في اليوتيوب؟ جيل ايباد. صراحة تحتاج صفقة. تحطين لايك؟ ايه. بس لايك؟ ايه بعد شير. شير وبعد؟ شير كسار. سيف سكراي. اطالع من الكاميرات. اطالع كاميرا، العاب، صور، فيديو جنبة، كل شيء طالع. ما طالعين جيل الايباد؟ لا طالع الناس وبعد؟ البيت. طالع رسوم؟ رسم براعة. أروح بيتنا بعدين أفصخ جوتي. جوتي إيش؟ يعني إذا تفصخين جوتي إيش تسمعين صوت الجوتي إذا تفصخينها؟ إيه. طالعين بأي عيون؟ هذه لودي؟ هذه. ودي كمان طالعين بها؟ لا. اثنيناتهم؟ لو بس واحدة؟ واحدة. بس واحدة، خلاص مصرة زينب بس واحدة. إحنا نطالع بالعيونين ونسمع بالأدونة. عاد نكتب بإيد واحدة ما نكتب بالإيدين. تطلعني بالعيونين لو بعيون واحدة بس؟ بعيونين وساعات بعيون واحدة. شوفها بعيون واحدة. إذا تعورنا على العيون الثانية. كذي يعني؟ إيه. سوها. ما أسويها عدل. العيون لازم نطالع بها كل شيء زين وأي شيء مو زين لازم نغمض عيوننا عنا، صح لو مو صح؟ صح. تسمعني؟ أسمع. متأكد؟ ايه. راون من أي جهة تسمعني؟ من هالأذن لو ديكا؟ اثنيناتهم. لا. زين انت أقرب هالأذن، يعني تسمعني بهادي بس. اسمعك هادي وهادي. تسمعني بهادي وهادي. هذا. لا أنت لا تسمعني مو أنا اللي أسمعك، أنت تسمعني بأي أذن؟ أذن هذا. تسمع بأذوني؟ ايه. كيف تسمع بأذوني؟ أنت عندك أذاين. ايه. تسمع بأي هادي لو ديك؟ ديك. بديك هذه ما تسمع بها؟ اثنيناتهم. باثنيناتهم تسمعني. وايش تحب تسمع؟ عزا. عزا حلو. وبعد؟ شيخ. شيخ. سبيستون. سبيستون. وحتى اسمعك. امبيك تخلي اصابعك في ادونك وبقول لك كلام لازم ما تسمعني، اوكي؟ يلا خلها. سيد حسين تسمعني؟ سيد حسين تسمعني؟ شوفك ما تسمعني. بهادي؟ اثنيناتهم. قلتي تبين نصير طباخة صح؟ تطبخينها بوش؟ بإيدي. بإيدش يعني تستخدمين إيدش في الطبخ. رويهم أيادش. إيه. فوق. وش تستخدم بإيدك؟
أكل فيها، ألعب فيها، أكتب. حلو. أجيب التلفون، أسلم. تسلم، حلو. بلاي ستيشن. تلعب كورة. تلعب ضد منها. زين حمد. تغلبه. خذ شي لمبة. لمبة سلم أسلم. تسلم، إذا تبغى تسلم تسلم. يعني أنا أتزوج شي كل شيء. أتزوج بهم. وش تزوجين؟ تلفونات. تلفونات وبعد؟ الأيس كريمات. أستخدمهم ألعب، أستخدم أشرب بالماء، وأفتح الباب، وأجعل أستخدم بأيادي، أكل، ألعب، أطالع. طالع بأياديك؟ لا، لا، ما أغير البدلة طالعة. وأجود الدفتر اللي أحطه في هذه الشنطة. الأيادي؟ أيوة. أغسلهم وألعب فيهم، أجود فيهم تلفون، أرسم، أكتب. إنزين الأيادي نقدر نستخدمها في أشياء واجد مفيدة، مثل نصدق بها، نساعد أمنا وأبونا بها، ندافع عن روحنا بها. إيه؟ صح لو مصاح؟ صح. إذا صح قل لهم كذي، أم بيك تكتب لي اسمك. مرحبا أنا ريحان، أحكي حكاية في كل مكان، أحب أن أستكشف كل جديد وأتعلم كل مفيد، فذلك يجعلني طفل سعيد. كلنا يود أن يحافظ على أعضاء جسمه، ولكن كيف ومتى ولماذا؟ فالأمر لا يتعلق بتناول الأكل الصحي فقط لكي نحافظ على أجسامنا وأعضائها صحية، لا، بل ستحتاج إلى النوم، التمارين الرياضية، وفرشاة الأسنان مثلاً. الخطوة الأولى، أحرص على نيل الكثير من النوم، فالجسم وأعضاءه يحتاجون لذلك. الخطوة الثانية، ممارسة الرياضة، فهي مهمة للصحة الجسدية ولكثير من أعضاء الجسم. الخطوة الثالثة، نظف أسنانك وكن حريصاً على ذلك، فصحة الفم والأسنان لها تأثير كبير على صحة الجسم والأعضاء. أما الآن فقد جاء دوري أنا ريحان لأقول لكم بعض النصائح أيها الأصدقاء بعدم ممارسة بعض العادات الخاطئة والتي قد تسبب في إيذاء لبعض من أعضاء جسمنا. أولاً، توقفوا عن كتم العطاس، فهذا يؤدي إلى زيادة الضغط في الرأس وربما يؤدي إلى مشاكل في الأذن والسمع. ثانياً، عدم استعمال الهاتف المحمول أو الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، فهذا بالطبع سيؤثر بشكل مباشر على العين والنظر. غسل اليدين بالصابون للحفاظ عليها صحية في كل الأوقات. وأنتم يا أصدقاء، ماذا عنكم؟ هل ستقلعون عن العادات السيئة اليوم وتستبدلونها بعادات صحية أكثر للحفاظ على أعضاء جسمكم؟ في النهاية، لا تنسوا أن تحافظوا على أعضاءكم الحساسة في الجسم، ولا تسمحوا لأي شخص غريب أن يلمسها. إلى اللقاء، أنتظر آرائكم في التعليقات. وصلنا إياكم أحبابي إلى نهاية الحلقة، ولا تنسون اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات يصلكم جديدنا.